تاني يا بابا، كهربا تاني، فين الفيشة؟ طيب اهي. السلام عليكم. هنشوف قلم التست ده ونستعرض امكانياته واستخداماته، اللي اسمه نون كونتاكت فولتج ديتكتور، بمعنى ان هو بيكشف عن وجود الكهرباء بدون تلامس حقيقي زي المفك التست العادي اللي احنا عارفينه، بمعنى انك مش لازم تلمس الكهرباء بالمفك مباشره. هنشوف ازاي، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك الجديد. يلا بينا. ملاحظة مهمة جدا للأمان، قبل ما نبتدي نشتغل بالتست نتأكد الأول بمصدر موثوق فيه ومعروف إن هو فيه كهرباء فعلا، ونجرب عليه عشان نتأكد إن لو فيه كهرباء التست هيبينها فعلا. ده كابل، أنا عارف إن فيه كهرباء فجربت، مجرد ما أنا جربت ولقيت إن هو شغال فيه كهرباء خلاص كده أنا عارف إن التست بتاعي ده شغال، كده ممكن أخده وتست بيه براحتي. نعمل تست كده مع الكهرباء، لما يقرب بيدي الفلاش ده سريع كده شويه، معنى كده ان هنا في كهرباء. هنا لما يبعد شويه مفيش، في الناحيه الثانيه بمعدل اقل شويه، يبقى هنا دي الارضي، يبقى الكهرباء نفسها فوق اهي. طبعا ده اون واوف، الوزاره ده ليه وظيفتين، لو فضلت داس عليه دوسه طويله يعمل كشاف عشان تشوف الكابلات لو في منطقه ضلمه، لو دوست عليه دوسه واحده بس يغير حساسيته. نقطة مهمة بقى تتعلق بحساسية الجهاز وازاي يديك قرايات مظبوطة او تعتمد عليه في القرايات. هو طبعا بيقيس الكهرباء العادية ال 220 فولت بتاعتنا. هو مكتوب عليه كمان انه بيقيس من 12 زي ما شفناها في الاول، من 12 ل 1000 فولت. هو في الطبيعي بيقيس الكهرباء العادية، طب 12 او اقل بالسنسيتيفيتي ده لما تدوس عليه تزود الحساسية وتنزل تاني، تنزلها تاني. هو كده الحساسية بتاعته قليلة فمش حاسس بالكهرباء القليلة دي. لو جبنا الكهرباء حقيقية جاي 220 فولت من الكهرباء هيبقى حاسس بيها اهو زي ما شفت، لكن هنا مش حاسس بيها. لو زودت السنسيتيفيتي هيبقى حاسس بدي برضو، بس هنا هيعمل ايه؟ هتحس ان هو قاري من بعيد شويه. لو قربته من ده يو اس بي من الكمبيوتر عادي، لو قربته منه هتلاقيه حاسس بيه لما زودت الحساسيه بتاعته. بيكشف عن الاي سي بس لو التيار المتردد مش التيار الثابت، ده تيار ثابت ولقيته بيكشف عنه برضه لما نقربه، بمعنى ان هو لو حتى دي سي بيكشف عنه. طب مشكله الحساسيه الزياده دي ايه؟ هنفترض ان انت عندك كابل كهرباء اهو وكابل تاني، كانك في لوحه عدادات مثلا او لوحه كهرباء فيه اسلاك كتير، فلما اجي اعمل كده، طب انا مش عارف دلوقتي هو المؤشر او الالارم اللي بيديهولي ده من ده ولا من ده عشان معدين على بعض. فلو قللت الحساسيه هو ده اللي خليني اعرف بالظبط افرق ما بين واحد والتاني. لما يكون في اسلاك متشابكه يبقى انا محتاج اقلل الحساسيه. في سيناريو استخدام تاني او تيست تاني ممكن يتعمل بيه، لو فرض ان عندك سلك، السلك ده دلوقتي انا ماشي فيه كهرباء، فرض ان السلك ده كله متغطي بالشكل ده بس في قطع معين في جزء معين من السلك، عشان تكشف بيه هو فين القطع من غير ما تفتح، طبعا ممكن يبقى السلك كفرد خالص، وعايز تعرف مكان القطع من جوه من غير ما تفتح طبعا عشان تقطع على المكان الصح وتصلحه. فممكن تمشي هنا، انا ماشي هنا الكهرباء وانا عامل قطع هنا جوه في اللحام ده، لو مشيت هنا
طب انا في كهرباء هنا بعد الحته دي لو جيت تيست مفيش اي حاجه، وتقرب تقرب لغايه ما تبتدي تشوف مكان القطع فين، ابتدت تجيب هنا هنا ابتدت الكهرباء، يبقى القطع في المكان ده، ساعتها تقدر تقطع وتصلح السلك بتاعك. ولكن ملاحظه مهمه جدا ان الفيشه دي طبعا بتخش في الكهرباء يا كده يا كده، فعلى حسب الازرق والاسود دول مين فيهم الكهرباء ومين فيهم الارضي. هنفترض ان الاسود هو الارضي وهو اللي اتقطع، فالازرق مكمل معاك للاخر، فلما تعمل تيست في حته وتيجي في الحته اللي بعدها هتلاقي فيها كهرباء برضو، لان الكهرباء مش هو اللي اتقطع. فطبعا التيست ده يتوقف على ان فرعه الكهرباء بالذات هي اللي قطعت. اعتقد القلم ده او التول دي هتبقى مفيده جدا لاي حد بيشتغل في الكهرباء للكشف عن الكابلات اللي فيها كهرباء من غير ما يبقى فيها كونتاكت، يعني مش لازم تلمس السلك بنفسك او بالتول نفسها، مش زي مفك التيست. هنتكلم النهارده عن مفك التيست وازاي تستخدمه. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان نشوف الجديد ان شاء الله. مبدئيا عشان نبقى عارفين الكهرباء اصلا، الفرعتين اللي في الحيطه دول جايين لك بيبقى واحده منهم شايله كهرباء والتانية ارضي، بمعنى انت لو لمست التانية الارضي دي مش هتتكهرب، الفرع اللي فيها كهرباء هي اللي فيها المشكلة. فلو عندك مثلا فيشة واصلة وعايز تعمل تيست اخر السلك ده مثلا في لمبة في اي حاجة واصلة فيها، عايز تتأكد السلك ده واصل له كهرباء ولا لا، فممكن اتأكد بالمفك التيست واصل كهرباء ولا لا. مبدئيا كده المفك التيست او اي جهاز قياس محتاج هو نفسه يتعمل له تيست عشان نتأكد انه شغال كويس وما نعتمدش عليه بالغلط. المفك التيست بتستخدمه ازاي؟ بتمسكه وتلمس الجزء المعدن اللي ورا ده وتلمس بيه الكهرباء بالسن بتاعه. انا عشان اعمل له تيست في الاول باجي عند فيشه انا متاكد انها شغاله، اي مصدر كهرباء شغال وانا متاكد انه شغال عشان اتاكد ان المفك نفسه شغال معايا. اللمبه اللي جوه دي المفروض تنور لما يبقى فيه كهرباء، كده ما نورش هنا، يبقى دي المفروض ان هي دي الارضي الناحيه دي كده اللمبه منوره كده باينه، يبقى دي الفرده اللي فيها كهرباء ويبقى كده المفك بتاعي نفسه شغال. طب انا وصلت مثلا الفيشه وبشوف السلك الناحيه الثانيه عشان اتاكد لو في قطع مثلا في السلك في حاجه مش واصله، فبشوف كده الناحيه دي بلمس برضو الازرق ده كده مش جاي فيه كهرباء. طب الاسود كده نورت كده جاي كهرباء في الاسود. ناخد بالنا ان انا لو عكست الفيشه هتبقى الفرده دي الزرقاء هي اللي المفروض تبقى فيها الكهرباء دلوقتي والفرده السوداء ما فيهاش. طب لو انا عايز اعمل التست ده وعايز اتاكد وصل مثلا في دوايه لمبه مثلا وصل لها كهرباء ولا لا، هجرب هنا الاسود مش بينور، الازرق هنا بجربه مش بينور برضو، عشان انا عامل دلوقتي تيست هنا انا كنت فاصل الازرق كانه مقطوع في وسط الكابل يعني، فمش موصل كهرباء الناحيه الثانيه. فانا لو بعمل تيست على كهرباء، لو عملت مثلا تيست هنا ولقيتها بتنور يعني شغاله كهرباء، ولما وصلت دي عملت تيست الناحيه الثانيه لقيت الاثنين مفيش واحدة منهم بتنور، يبقى في قطع في السلك ده مش واصل كهرباء. يعني لو بعمل تيست وعايز اعرف مكان المشكلة فين ممكن ده يفيدني. طبعا وظيفة مهمة جدا للمفك التيست هي وظيفة الأمان، إنك تطمن إن مفيش كهرباء في المكان اللي هتشتغل فيه. السلك ده كأني طالع لي من الحيطة وعايز أطمن إنه مفيهوش كهرباء، لو ما نورش بالشكل ده يبقى مفيهوش كهرباء، يبقى أقدر ألمس السلك عادي وأشتغل عليه، إن شاء الله حتى أفكه أربطه في سلك تاني، بركب دواية لمبة، اطمن ان مفيش كهرباء قبل ما اشتغل، لان انا ببقى قافل المفتاح بره مثلا وعايز اطمن ان فعلا مفيش سلكه جايه لي فيها كهرباء بالغلط. وانا كده كده عامل تيست للمفك ومتاكد ان هو شغال كويس. طبعا ناخد بالنا ان الفرعتين دول لو لمسوا بعض تبقى مشكله، بتعمل شورت سيركت وتعمل قفله وتعمل فرقعه جامده. طبعا المفك التيست بيقيس الكهرباء التيار المتردد اللي هو زي اللي في البيت كده، يعني ما ينفعش اقيس بيه مثلا دي سي زي البطاريات. وللمعرفه في كذا تول ثانيه او مفك تيست ثاني بيقيس الكهرباء او بيقدر يشيك على وجود كهرباء، زي المفك الديجيتال ده او النون كونتاكت فولتج ديتكتور. هتلاقوا في الكومنتات اتنين فيديوز كل واحد بيشرح واحد من دول ووظايفهم ايه واختلافهم عن المفك التيست العادي ده. ولكن لمحه سريعه، الديجيتال ده بيبقى فيه لمبه هنا لما بلمس دي بتنور زي ما بعمل مع ده، وده بيقدر يحس بالكهرباء حتى لو من غير تلامس مباشر زي ما بيحصل في ده، بيدي انذار عليها. ازاي تصلح لمبه ليد لما تتحرق؟ مبدئيا كده اللمبه دي زي دي بالظبط من جوه تركيبهم واحد، النظريه بسهوله وازاي نصلحها بسرعه. عندنا اللمبه الكبيره دي محروقه، لو وصلنا الكهرباء اهي
كده وصل لها كهربا مش شغاله. هنشوف ازاي ممكن نبص عليها زيها من جوه لو فكينا الغطا ده بالشكل ده زي الصغيره بالظبط. لو فكيناها دي ممكن نبقى نعملها بكتر ولا حاجه على الايدج دي كده لغايه ما تتفك معانا. في منها بتطق على طول بالشكل ده. الشكل ده كده بتبقى ليدات ليد 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 ورا بعض ورا بعض واصلين ببعض، فبتبقى في واحده منهم هي اللي محروقه وده اللي بيخليها تفصل الباقيين كلهم لانهم واصلين ورا بعض سيريال. هنا نفس الكلام. طب انا دلوقتي عشان اشوف ايه اللي محروق او ايه اللي السبب في كل دول انهم يقفوا ما يشتغلوش، لازم اعمل تيست على عليهم واحده واحده بسرعه كده ونشوف ازاي. لو واحده من دول محروقه مش هتوصل كهربا من الناحيه بتاعتها من الناحيه اليمين للناحيه الشمال من هنا لهنا، لان الكهربا بتعدي منها وبعدين تكمل تعدي على بعدها وتكمل. فباختصار بنجيب حاجه زي كده بس تكون ايديها عازله للكهرباء، امسكها من هنا كده او ملقط بس يكون عازل للكهرباء برضو، ونبتدي نلمس من ناحيتين من هنا ومن هنا على واحده واحده منهم. ما اشتغلوش كده، ما اشتغلوش لغايه ما نوصل لواحده منهم. انا كنت بتست قبل ما اصور ولقيت ان واحده منهم هي دي اللي فيها المشكله. لما اجي المسها من الجنبين بص هيحصل ايه. واضح جدا اهي، نورت اللمبه كلها. يبقى دي هي اللي فيها مشكله دلوقتي. اهي تمام كده. يبقى كل اللي انا عملته ان انا لمست الناحيه دي بالناحيه اللي على الجنب، الجنبين بتوعها مكان بعض، كاني بالظبط شلتها وحطيت مكانها سلكه. وهو ده طريقه الحل بالظبط. ده اللي انا هعمله، ان انا اشيل دي والحم بقصدير او سلكه من هنا لهنا. نشوف ازاي عشان اسهل شويه الموضوع. في ناس كتير بتشيل دي خالص وتكحد مكانها وتوصل وكده، بس باختصار انا جبت سلكه صغيره اهي مثلا، واير زي ده، ده اللي بيربط بيه الاكياس والحاجات دي والاسلاك. لو لمست الطرفين مع بعض بيه اهو بتنور. فانا ممكن بكل بساطه الحم ده في الناحيتين وخلاص ويدالها جوه عشان حتى ما تبقاش ملحومه مباشره. يعني في ناس بتحاول تحط مثلا دايود مكان الليد اللي باظت دي عشان يقل يعني يزود المقاومه شويه فتظبط الدايره بالعاميه كده يعني، فتظبط الدايره ما تبقاش الحمل زياده التيار زياده على الباقيين. ولكن احنا ببساطه ممكن نوصل حاجه زي كده حتى. ده اللي هنجربه ان شاء الله. احط قصدير هنا دلوقتي بعد ما لحمنا عشان بس الوقت. شلناها الدايود اللي هنا او الليد اللي هنا ولحمنا من الجنبين، من الجنب ده ومن الجنب التاني ده السلكة دي، نيمتها هنا عشان تبقى مش طالعة ببروز او تبقى سهلة اللحام، ولحمتها من الناحيتين. من الاخر اي كعبلة لحام هنا المهم ان ده يوصل بده ودي معاهم، السلكة دي معاهم. هو واصل دلوقتي في الدواية. هنجرب بسم الله الرحمن الرحيم نوصل الكهرباء. الحمد لله كده شغاله ومنوره كده. اللمبه بقت شغاله الحمد لله، بدل ما ترميها وتجيب واحده تانية ممكن تبقى سعرها غالي كمان كده تشتغل معاك تاني الحمد لله. صاحبك خرع. السلام عليكم. هنتكلم عن المفك التيست الديجيتال تيست الكهرباء والفرق بينه وبين المفك التيست العادي اللي احنا متعودين عليه ده عشان بيعمل وظائف اكتر كمان. هنشوف الفرق بينهم، بس الناس اللي متعرفش تستخدم مفك التيست او اللي لسه جداد على الكهرباء عايزين يعرفوا يستخدموه ازاي، في فيديو تاني هتلاقوه في الكومنتات ان شاء الله بيشرح ازاي تستخدم المفك ده وتتعامل مع الكهرباء. قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا الباكج جاي مكتوب عليها ان هو بيقدر يتست في هنا لمبه صغيره زي مفك التيست العادي، بتقدر تتست لغايه من 100 لغايه 500 فولت. والديجيتال ديسبلاي عشان هو فيه هنا ديسبلاي، فيه شاشه ديجيتال بتقدر تكتب عليها قرايات لغايه 250 من 12 فولت ل 250. نفتح كده ادي المفك. هنا الورقه مكتوب عليها الداتا اللي قلنا عليها اللي باينه من بره،
وموجود كمان تيست صغير هنا كده هنتكلم عنه كمان. اول وظيفه بيعملها المفك الديجيتال انك تعمل دايركت تيست، مكتوب هنا فوق دايركت تيست. ده اللي هو العادي، انا جبت سلك اهو، ده سلك كهربا. عشان تعمل التيست لازم تلمس يا ده يا ده. لو هتعمل التيست ده هتدوس على واحد بس منهم، ما ينفعش تدوس على الاثنين. دلوقتي اللي عامل كده هتلمسه هنا، كده قرا قرايه، اللمبه بتنور. هتلاقي ان اللمبه دي بتنور وبيقرا قرايه لما بيلمس الكهرباء، ده اللمس المباشر للكهرباء. الدايركت تيست هنا والمسه هنا، كده اللمبه منوره والشاشه مديه قرايات. تاني، ده كان اول تيست. تاني تيست ان بيقدر يكشف ان في كهرباء ماشيه في السلك من غير ما يلمسه لمس مباشر، وده اللي بيفرقه عن، او اول فرق بيفرقه عن المفك التيست العادي. ازاي؟ لما بلمس النقطه التانيه دي على الشاشه هنا بيبان علامه الكهرباء، هنشوف دلوقتي اهو، لو قربتها من السلك من بره باينه العلامه اللي على الشمال، بتبان هنا اهي، باين ان هنا انه لامس كابل من بره، ان ماشي فيه كهرباء الكابل ده. واللي قلناه دلوقتي ده يودينا للتست اللي معمول هنا ده. لو عندك قطع في سلك تقدر تستنتج مكان القطع فين. هنفترض ان ده سلك كهرباء ماشي فيه كهرباء عادي اهو زي ما قلنا، وهنا فيه السلك كله متغطي بس فيه قطع في النص. فلو عملنا تست هنا كده هيبقى فيه هنا كهرباء، العلامه باينه كهرباء اهي. طب لو عديت المكان ده وعملت تست هنا مفيش حاجه، هبتدي اقرب اقرب اقرب، وصلت لمكان القطع اهو، ابتدت تيجي كهرباء دلوقتي. فانا عرفت ان هنا مكان القطع، لو ده سلك متغطي هعرف المشكله فين. حاجه مهمه لازم نكون عارفينها، ان الفردتين بتوع الكهرباء بيبقوا واحده كهرباء وواحده ارضي، يعني واحده شايله كهرباء وواحده مش شايله كهرباء. فلما تيجي تعمل تيست فورد بتدور على مكان قطع ولا حاجه، فلو القطع هنا زي ما شفنا في الفرده اللي فيها كهرباء هيبان الفرق، لكن لو الفرده الثانيه اللي مكمله ما فيهاش قطع هيديك هنا كهرباء وهيديك هنا كهرباء. فلازم تبقى عارف انت بتست ايه بالظبط. وممكن تعمل حركه انك تبدل الفيشه في الحيطه، وده يخليك تبدل السلكتين دول، اللي كان فيها كهرباء هتبقى عاديه والثانيه هي اللي هيمشي فيها الكهرباء، فساعتها تقدر تعمل التست ده. الاوبشن الثاني اللي مش موجود في مفك التست العادي انه بيقرا كمان فولتج دي سي، زي ما مكتوب هنا بيقرا اي سي فولت ودي سي فولت. اي سي طبعا معروف ان هو التيار المتردد اللي هو ماشي عندنا في البيت عادي، الفيش الكهرباء. والدي سي مثلا نفترض انه زي ده، فبرضه نفس الكلام، لو هجرب تيست كده هحط هنا عشان تبقى متشافه في الكاميرا، انا جايب قرايه، لما بلمس جوه جايب قرايه اهو، بيدي كهرباء ويدي القرايه جوه. القرايات دي اكتشفت انها مش بتبقى دقيقه قوي، ولكن على الاقل بتعرف ان في كهرباء في المكان اللي بتست فيه. واخيرا يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون مفيد ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. سلام عليكم.